السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الفل، صباح الجمال، صباح العسل، الغدا والعشاء. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في بدايه الفيديو طبعا ما ننساش نصلي على النبي، واول لما ابتدينا نصور الشمس دخلت في عين احمد اهي عملت. فازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ طبعا ما ننساش في اول الفيديو ونصلي على النبي. لا بس الفيديو دوت احنا هنتكلم فيه عن حاجه مهمه جدا، هي ان الحمام ممكن يبيض، النتايه ممكن تبيض من غير الذكر بتاعها ولا لا. فاحنا هنشوف دلوقتي مثلا لو انا عندي مثلا نتايه زي النتايه دي كده والوحدها مفيش معاها اي ذكر، تمام؟ ممكن تبيض؟ ممكن تبيض. طب يعني هتبيض كده لوحدها وهتبيض بيضتين؟ هتبيض بيضتين وكل حاجه وزي الفل، بس هتبيض بيض اسمه بيض شبع. البيض الشبع دوت اللي هو النتايه بتبقى لوحدها فتره، فاي نتايه اي نتايه خلقها ربنا بتبيض، زي الفراخ بقى، حمام، اي حاجه بتبيض، النتايه دي بيبقى جواها عنقود حصى. عنقود الحصى دوت بيكمل كده كده وبيتكون وبتبيض، زي الفراخ ممكن يكون ما معاهاش ذكر ولا معاها اي حاجه وبتبيض، والبيض اللي هي بتبيض واحنا بناخده ناكله. بس لو معاها ديك يقول لك ما تاكلش البيض بتاع النتايه ديت. ليه؟ عشان هي معاها ديك، فالبيض بتاعها زفر. يعني ايه زفر؟ يعني الذكر سك النتايه، سكها يعني نط اتجوزها عموما، تمام؟ قفلت ولا ايه؟ قفلت؟ طيب يعني اتجوزها عموما يا جماعه، عشان احمد ضحك ففكرته فصل، تمام؟ فالمهم ايه؟ اتجوزها. فكده البيضه ديت بقت مخصبه، بقى فيها جنين، فما ينفعش اكلها. ليه؟ لانها زفره، تمام؟ فانا دلوقتي عندي الحمام نفس الامر، ممكن النتايه تبيض وهتبيض زي الفل وهتبيض لك بيضتين وهترقد وهتعمل كل حاجه. عشان كده لما بتحط نتايتين مع بعض يقول لك النتايه حننت النتايه الثانيه والاثنين باضوا، فبيبيضوا لك اربع بيضات. بتخش تلاقي كده، تلاقي واحد مثلا باع لك في السوق كده قص وقال لك ده قص ذكر وانتهى شغالين وزي الفل وبتاع. حطيت انا الذكر والنتايه في الباب، بفتح كده لقيت محاصين اربع حصوات. واحد يقول لك اوبا ده انت اربع حصوات، ده انت عندك قص ابن لذينه ما عملش اللي انت بص متخيله، وهو اصلا نتايتين اللي عندك. لو عملت ايه؟ لو انت بط مكانهم اقسم بالله ما هيفوت، تمام؟ فانا بكلمك في الصح. انا عندي النتايه ممكن تبيض عادي جدا، لو نتايتين مع بعض ممكن يبيضوا برضو عادي جدا، بس هيبيضوا بيض مش مخصب، ما فيهوش جنين، مش هتفقس، تمام؟ فدي كانت الفكره بتاعت الفيديو بتاع النهارده. تعالوا بقى ايه، ناخد جوله كده ونعدي على الحمام كده حاجه حاجه، ونبص على الحمام الجديد. بص يا جماعه كده قبل ما نمسك الحمام بايدينا، احمد هيخش لنا عليه كده يبص. ما شاء الله ذكر سكروت احمد لسه جايبه، بس ايه محتاج يقف شويه كده ويتروق. ذكر ما شاء الله عليه، ده السكروت الرايق يا جماعه، تمام؟ وطبعا زي ما انتم شايفين السكروته قدامكم اهو. الحمام طبعا بيغير ريش، تعالوا بس نشوف كده. بص السكروته بقى ممكن نتكلم على التقليب بتاعه. زي ما انت شايف كده ده اللون بتاع السكروته، تمام؟ اللون اللي هو المشمشي الجميل ده، والعين شالحة، والعظم بتاعه بيبقى مقرطس، تمام؟ فادي ده اول حاجه ذكر السكروته. انا عندي هنا برضو عندي ذكر كازخانجي، وهتلاقوا في الفيديوهات القصيره بتاعه اليوتيوب برضو، او الشورتز اللي بتبقى معموله بتاعه اليوتيوب، هتلاقوا الفرق ما بين الكازخانجي والريحاني، تمام؟ فعندك الذكر الكازخانجي زي ما حضراتكم شايفين كده، نسمي الله نقول ما شاء الله وربنا يزيد ويبارك يا رب ويرزق كل الناس زي ما انتم شايفين كده. وطبعا هنا ده طبعا الحمام عملتها عليا زي ما انتم شايفين. هنا ده ابن اللذينه اللي ما بيحلش، ده ما بيحلش. خلاص يا حبيبي، خلاص يا ابني، ما بيحلش اقسم بالله. صح. النتايه دي يا جماعه لو تفتكروها، دي النتايه اللي كنا الناس اللي معايا بقى من بدايه القناه، النتايه دي كنا فرخينها من ذكر وانتهى بنايده، وجابوا الشيء ده، جابوا انتهى عنبريه ومعاها الذكر اهو، تحتهم زغلول ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب. وطبعا حبشي مراته خلاص بقى راجل العجوز، بقى البركه بتاعت البيت. هنا ده ذكر عبس اهو، برضه نفرجكم على العبس كده، نطلعه ونمسكه كده نفرجكم عليه. زي ما انتم شايفين ده ذكر عبسي، بسم الله ما شاء الله سرح ما شاء الله عليه العبس. زي ما انتم شايفين
الذكر اصلا مش طايق مسك، بص ما شاء الله الجناح بتاعه عامل مسكش الزاب. اصلا الزغلول ده من هو شاب وهو عيل عيل صغير ما مسكوش، ده اول مره عنده تمسكه، اول مره انت تمسكه سايب 24 ساعه قضاها. بس بسم الله ما شاء الله عليه، فرد حمام صحته كويسه، فرد حمام جميل ما شاء الله، ربنا يزيده ويبارك يا رب. طبعا المحاره او السمكه زي ما انت ما بتقولوا عليها بقى في المنطقه عندكم او في البلد اللي انتوا فيها، والبرنيطه والعظم بالضرب بتاعه الملحي الجميل قوي ده، بصوا زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله ربنا يزيده ويبارك ويملا بركه يا رب. انتوا وحشنا فقلنا ناخد معاكم حلقه خفيفه كده. هات انت يا حلسه، بسم الله ما شاء الله. الحلسه يا جماعه ديت من احلى الحمام اللي ممكن تربيه، من احلى الحمام اللي ممكن تربيه، لان بص حمام في النش في الفرخ في كل حاجه حمامه جميله جدا، في ناس غاوياها وبتحبها قوي 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 يعني. صم ايه طبعا دي عشان كده مش طايره شوشه برضو. لا طايره، لا مش طايره دلوقتي عشان عليها الصمه. لا طبعا حمام اول ما بيبقى عليه صمه عاديه بقفل عليه، بس زي ما انتم شايفين لان دي ممكن تفرقع يا جماعه منها في هي في واحده مفرقعه، في واحده مفرقعه عشان كده كمان قافل عليها اهي. بص اهي بص مفرقعه اهي والدم ضارب على الريشه عشان كده اول ما شفتها كده قفلت عليها. بنقول الحمام لما يبقى عليه صمه وعديله او صمه او عديله اخر ثلاث ريشات عموما تقفل على فرد الحمام، تقفل عليه لحد ما يخلص ريشه بدل ما تخسر فرد الحمام بتاعك. يعني دي كده عدت على خير، في حمام تاني ممكن ما تعديش معاه على خير يقع زي ما انتوا شايفين برضو، الدرب بتاعه الملحي، العظم بتاعه، الحلسه يا جماعه بتتميز ان هي فيها عيضه جميله قوي، يعني بتبقى فرد حمام طويل كده. مش كله برضو، مش كله بس مش هو كله. يستحسن التقليب بتاعه الحلو ان هو يبقى طويل. ايوه طويل، يعني بص دي كده متوسطه ما شاء الله عليها جميله قوي، يعني بص فرد الحمام. لا دي كده كمان دي كده لسه هتطول تاني، لسه دي عيله، هي لسه بتقفل صمه لسه. عيله اول قلش ليها صح؟ اول قلش ليها زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. برضو هناخد جوله مع بعضينا كده في استراليا هنا، دي خليليه بس خليليه غامقه عاده، ده العظم العاده يا جماعه اللي في ناس دلوقتي بقت بمختلف اتوابه بقى عموما، فرد حمام طويل شويه وعاده زي كده يبيعوه في السوق ويقول لك صوافه، ده العاده تمام؟ ده عاده يا جماعه والله العظيم، احمد بيضحك والله العظيم، في ناس بتبيعه في ناس بتقول فعلا عليه صوافه ويقلف ميديا مين اللي هو صوافه. اوعى زغلول اهو بيكتم برضه، سكروته زغلول سكروته بيكتم عينه كانت فيها حاجه تقريبا، واحمد مديله قطره بس بص بقى كان تعبان، كان عنده تنفسي كمان وهو ظبط. انا ظبطت. طب الحمد لله هيقف كده ونبقى نفرجكم عليه شهر بكده، او الفرد ده اوري لك حاجه ثانيه ان شاء الله باذن الله. نتال البنايده بقى، البنايده بقى ده العشق، ده بقى ده العشق دي كده طويله، انا في فرخ عندي اقصر من دي. بص يا جماعه حاجه لعبه وبيقول لك طويله، في فرد في ناس عندها حمام بنايده بيبقى الحاجه ما شاء الله قد الجحش كده، وتلاقيهم بيطلبوا ارقام غريبه يعني. لا انا لعبه بس في اصغر من كده فعلا، في اقصر من عندي فرخ هطلعه لك دلوقتي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. نقفل معاكم الفيديو على كده عشان ما نبقاش طولنا عليكم، وما تنسوناش في دعواتكم، واعمل لايك للفيديو دوت واشترك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.